وفرت وزارة التربية والتعليم كافة الاحتياجات التي تطلبها تحديث وصيانة مباني معهد البحرين للتدريب، وذلك لتوفير بيئة صحية مناسبة للطلبة في عامهم الجديد، فضلاً عن توفير كافة الخدمات التي تهيئ لهم الجو التدريبي المناسب في المعهد. اللحظة أو اليوم اللي استلمنا فيه إدارة المعهد، يعني قمنا بعدد من الإجراءات بحيث أن نهيئ المحل حق الطلبة، وحق يعني تكون بيئة بالفعل بيئة دراسية حق الطلبة حق المتدربين اللي يجون المعهد. فطبعا قمنا بصيانة كل المباني داخل المعهد، عدلنا الطرقات الداخلية، عدلنا اللي هي الصفوف الدراسية، سوينا الله يسلمك اللي هي المباني، يعني مثل ما تشوفون يعني صار عليها مثلا نقول تحديثات بالفعل فعلية، بحيث ان الطلبة يعني لما التحقوا تاريخ اللي هو بداية اللي هاي الاسبوع اللي هو امس الاحد، يعني مثل ما يقولون ياو الى شافوا شيء بالفعل مختلف عن سابقا. يعني طبعا هذه جزء من خطة كبيرة، هاي فقط يعني خلينا نقول عنها هاي بداية الطريق، ان هنا يعني نسيق المعهد بحيث انه يعني ياخذ شكل جديد وجه جديد كمؤسسة يعني وطنية رائدة يعني في المملكة البحرين. والله الهدف طبعا الأول والأخير ان احنا يعني نعد يعني بيئة دراسية تدريبية للطلبة، بحيث انه يعني الطالب الملتحق هنا الجديد وحتى القديم يحس بالفعل انه هو جاي الى بيئة يعني خلينا نقول خصبة، يعني وفرنا كل الإمكانيات الممكنة بما فيها اللي هي الكلاسز المحاضرات القرب، وبما فيها المختبرات، وبما فيها يعني الخدمات الثانية للطالب مثل قضية الاستيشنريز والفوتوكوبيينج والأمور هذه، بحيث أنها تكون متناولة في أمام الطالب بكل سهولة وأريحية. يعني كما نال التحديث والتجديد الزراعة في الأراضي المحيطة بمباني المعهد، وقد وضعت إدارة المعهد خطط تطويرية أخرى للبنية التحتية للمباني، حيث ستعطي هذه التحديثات والتجديدات إضافة نوعية فيما يقدمه معهد البحرين للتدريب من خدمات للطلبة من أبناء هذا الوطن.